طيب ممكن نفكر ازاي للجوله اللي جايه او للجولات اللي جايه؟ خلينا نتناقش كده مع بعض شويه في شويه حاجات. اول حاجه هنعمل ايه في اصابه ميتروفيتش؟ استنى لحد ما تعرف طبيعه الاصابه ايه، هل هو هيغيب جوله ولا لا، هيغيب فتره طويله، لان خلي بالك ان هو حتى لو غاب الجوله العشرة فهو في الجوله ال11 بيلعب بورنموث في ملعبه. بورنموث ما بقوش ضعاف زي الاول، ولكنه برضه هيظل فريق من اضعف 4-5 دفاعات في الدوري، فبالتالي لو هو يغيب لجوله واحده فما تبيعوش. عشان كده استنى لحد ما يجي وقت المؤتمر بتاعه وقرر على اساسها انت هتعمل ايه. طيب لو هو هيغيب لفتره طويله مين ممكن الناس اللي نفكر فيها تكون بدلا ليه؟ اولا عندك توني، ده الاختيار اللي هو الابرز او الناس كلها رايحه له. انا بصراحه مش مفضله قوي لان هو ماتشاته في الفتره اللي جايه مش سهله للدرجه دي، يعني عنده برايتون وعنده نيوكاسل وعنده مانشستر يونايتد، فماتشات برده في النهايه مش سهله، مش درجه بدرجه كبيره، ولكنه توني اخطر واهم واحد فريق برينتفورد اللي هي فرقه بتلعب بشكل منظم جدا وتقدر تهدد اي خصم قدامك. الخيار الثاني هو سكاماكا، وستهام ماتشاته الجايه كويسه، اونرشيب قليله جدا جدا، اختيار ممكن تكون مراهن عليه للي جاي، فممكن تفكر فيه حتى كريسك لو انت معكش فلوس تجيب جارد بوين او ما عندكش مكان في نص الملعب لجارد بوين. ده الاختيار الثاني. الاختيار الثالث عندك كالوم ويلسون من نيوكاسل، ماتشاته اللي جايه شويه كويسه وشويه وحشه، يعني ماتش وماتش. ويلسون جزار، بيعرف يسجل في اي وقت وتحت اي ظرف، وكمان عرضيات تريبيل كتير اعتقد ان هو المفروض هيستغلها اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. واخيرا سولانكي بيلعب ليستر سيتي الجوله اللي جايه، فممكن تكون مفكر فيك خيار، يعني خلال 4-5 جولات لو جاب لك جونين مثلا 3 يبقى انت كسبان بشكل كبير جدا، ان هو 5-7 بيلعب في بورنموث، ممكن تستغله لفتره قصيره من الزمن لحد ما يظهر حد تاني انت عايز تفكر فيه. تاني حاجه لعيب كريستال بالاس، زاها وايزي الفتره اللي جايه، ماتشات كريستال بالاس احسن بكتير لحد فتره كاس العالم، فالطبيعي ان هم هيبداوا يتحسنوا اكتر ويجيبوا نقط اكتر وهنبدا نبص لهم بشكل كبير. زاها طبعا هو المين مان في الفرقه واهم واحد في الفرقه واللي معاه ضربات الجزاء، وبالتالي فالكل بيروح في الاتجاه ده، لكن لو انت معكش فلوس او انت محتاج حد باقل شويه ممكن تدور على حد زي ايزي. ايزي مشكلته الاكبر ان هو انتاجيا من ناحيه النقط الفانتسي قليل، مع الضربات الحره، مع اغلب الركنيات، مع شوط بعيد، مهاري جدا، بيصنع فرص كويسه، بس في النهايه اجمالي انتاجه الفانتسي قليل، فممكن تاخد منه شويه وشويه لا، بس ده طبيعي في النهايه مع فرق 1.5 مليون ما بينه وما بين ويلفريد زاها، فانت مش مستني منه يحقق نفس النقط دي. بلس عموما حتى لو عايز تفكر في حد من دفاعها زي جويتا زي ميتشيل، اندرسون للاسف غاب مصاب بالجوله اللي فاتت قصاد تشيلسي للناس اللي جابته، ولكن في النهايه برضه دفاعهم مش سيء فممكن تفكر فيه للجولات اللي جايه. لو انت عندك مارتينيلي ما تبيعوش، مارتينيلي 6.5 مليون او 6.6، انت كنت جايب غالبا 6 مليون او 6.2 مثلا، بسعره ده ما فيش حد بيجيب النقط دي، ده اولا. ثانيا الجوله اللي جايه هو بيلعب ليفربول، الناحيه بتاعت ارنولد كلها عيوب ومشاكل دفاعيه وخلاف و و و ومارتينيلي اصلا مهاري بشكل كبير جدا، فهيشكل خطوره على ليفربول وارد جدا يديك عدد نقط كويس، فلو عندك مارتينيلي احتفظ بيه. الجوله اللي بعد كده هيبقى عند ليدز يونايتد، بعد كده جوله بلانك، بس بعد البلانك كمان ماتشاته كويسه، فمارتينيلي لاعب يكمل معاك لحد فتره كاس العالم، ما تتخلاش عنه من دلوقتي. واخيرا والحاجه الوحيده اللي في رايي اللي مستاهله تبص فيها على تغيير، لو انت عندك الاساسيات، يعني انت لو عندك ماديسون، لو ما بتفكرش في بوين دلوقتي حالا، لو انت عندك طبعا كده كده هالاند كين اللي هي الاساسيات بتاعه الفرقه، فانا مش شايف ان انت محتاج تروح تغير حد الا طبعا اصابه ميتروفيتش طويله هو عندك، الا ان انت تبص على حد نص ملعب السيتي. دي بروين، فودن، دول اخطر اثنين ودول اقرب اثنين، مش هقولك بقى برناردو ولا جوندوجان ولا الكلام ده. في النهايه طبعا ما تعملش اي حاجه قبل ما تشوف ماتش دوري الابطال بتاع السيتي لاخره، تشوف مين هيلعب وهيلعب قد ايه، عشان انت عارف طبعا جوارديولا والروتيشن والهوبه ده، فخليك مستني لحد اخر وقت. خلي بالك من حاجه، لو انت عندك من ارسنال وسيتي الاثنين مع بعض 3 لعيبه ما تزودش رابع، لان انت بعد جولتين هتلاقي الاربعه دول بقوا بلانك، هتقولي طب ما انا عادي ممكن ابيع واحد منهم. بص بقى على ماتشاتهم بعد البلانك، هتلاقي ماتشاتهم كلها سهله وهتحتاج ترجعهم تاني، فهتخسر تغيير وتجيب لعيب وتبيعه وبعد كده ترجع ترجعه تاني. فبالنسبه لي ثق في اللعيبه اللي عندك ما بين ارسنال وسيتي اللي هم عددهم 3 لعيبه، لو انت عندك اقل من كده ممكن تبدا تزود حد من نص ملعب السيتي، لان انت اكيد اكيد يعني ما بتلعبش معانا لحد دلوقتي وما عندكش هالاند.